أعلن النادي الأهلي عن توقيع مذكرة تفاهم تتضمن البنود والخطوط العريضة مع مجموعة المستثمرين الذين سيقومون بإنشاء مدينة الأهلي الرياضية. مشروع القرن والذي يضم استادا عالميا لكرة القدم إضافة إلى مجموعة فنادق ومراكز تجارية ومدينة ترفيهية وملاعب ودون أن يتحمل النادي أي تكلفة مالية. وقد قام بالتوقيع ممثلا للنادي الأهلي السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، فيما وقع ممثلا لمجموعة المستثمرين الدكتور راكان الحارثي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة النادي الأهلي. أستاذ شريف أهلا بحضرتك. أهلا بيك كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك ولمشاهديك ولجمهور النادي الأهلي العظيم ولقناة النادي الأهلي. في البداية عايزين نعرف تفاصيل أكتر حول مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع قرن. كابتن هيثم حضرتك عارف وجمهورنا متابع إنه مجلس الإدارة الحقيقة شكل وفد رفيع المستوى سافر إلى المملكة العربية السعودية قبل عدة أيام للقاء المستثمرين لبحث كثير من تفاصيل هذا المشروع. الوفد اللي ضم الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيسا والسيد العمري فاروق والأستاذ خالد مرتجي وأمين الصندوق الأستاذ خالد رندري إضافة إلى المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني، عقد اجتماع مثمر جدا توصلوا في نهايته إلى يعني بلورة الأطر والآفاق واتفقوا على كثير من النقاط بشأن هذا المشروع الكبير اللي هو الحقيقة أنا بعتبره كابتن هيثم هو مشروع قوي لأنه مجموعة مستثمرين من دول عربية شقيقة ومن مصر تقدموا إلى الحكومة المصرية بهذا المشروع وطبعا ارتأوا أنهم يستفيدوا من اسم النادي الأهلي الكبير. النادي الأهلي درس الموضوع وعلى طول يعني أبدى موافقته لأنه هذا الأمر هو يعني استثمارات وصناعة رياضية كبيرة بالإضافة أنه سيحقق حلم جمهور النادي الأهلي وهو إنشاء استاد عالمي واحد من أهم وأفضل وأجمل 10 استادات على مستوى العالم. طب يا فندم الخبر كان موضح أن النادي الأهلي أيضا مش هيتكلف أي حاجة، يعني لن يتحمل خزينة النادي الأهلي أي مصاريف أو أي تكاليف في إنشاء مشروع القرن. صحيح يا كابتن، الحقيقة أنه المستثمرين مع الحكومة المصرية في غضون أيام قليلة سيتم التوافق على مكان في مكانين دلوقتي في شرق القاهرة هيفضلوا بينهم ويختاروا المكان الأنسب طبقا لاعتبارات كثيرة جدا زي ما حضرتك عارف منها سهولة المواصلات الطرق يعني الأمور المتعلقة كلها بالمكان الأنسب لإقامة المشروع. الحكومة المصرية مشكورة ستخصصه طبقا للقواعد والضوابط بتاعتها في هذا الشأن، ثم سيبدأ المستثمرين على الفور في إنشاء النادي بعد ما يختاروا الاستشاري بتاعهم الشركات اللي هتنفذ، والنادي الأهلي أيضا عنده استشاري الحقيقة لمتابعة وتنفيذ هذا المشروع. طب يا فندم اتفضل حضرتك يا فندم. بمجرد انتهاء من هذا المشروع سيكون حق الإدارة والتشغيل هو للشركة اللي هتشكل أو لمجموعة المستثمرين، والأهلي هياخد مبلغ مقطوع مقابل حق الاستغلال والاستخدام، ثم بعد عدد سنوات معينة سيتم الاتفاق عليها في العقد النهائي إن شاء الله اللي هيوقع خلال أسابيع ملكية هذا المشروع بكل بنيته الأساسية الحقيقة اللي هتكون غير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا ستنقل إلى النادي الأهلي، وبالتالي الأهلي لن يدفع أي مبالغ مالية مقابل هذا الأمر لأنه اسم الأهلي كبير جدا يا كابتن هيثم. صحيح حضرتك تعلم، والرؤية لموضوع التسويق والعمل الرياضي واستغلال الأسماء الكبيرة في عالم الرياضة والاستثمار أصبحت مختلفة، المستثمرين يستفيدوا وفي نفس الوقت النادي الاهلي وجمهوره العظيم ومصر بشكل عام يكون عندها مشروع بهذا المستوى الراقي. اكيد طبعا، والحقيقه يعني اطلاق اسم طبعا مشروع القرن ده يعني الحقيقه فعلا يعني اسم على مسمى، وكنا عايزين نعرف من حضرتك برضه هل في جديد يعني طبعا لتحركات مجلس اداره النادي الاهلي في المستقبل القريب في جميع المجالات ولا لا؟ زي ما حضرتك تعلم انه مجلس الاداره منذ انتخابه النهارده بنحسب الايام الحقيقه من وقت ما تم اعتماد نتيجه الانتخابات الجمعيه العموميه خطاب اللجنه الاولمبيه وصل يوم 9 ديسمبر، انت بتتكلم في اقل من 35 يوم تم عقد 5 اجتماعات لمجلس الاداره. هامش الاجتماعات هي الشاهد الوحيد على العمل الدؤوب لمجلس الاداره كابتن هيثم، لكن بلا مبالغه لا يمر يوم دون ان يتواجد كل اعضاء مجلس الاداره في مقر النادي في الجزيرة بيتقدمه الكابتن محمود الخطيب، كل واحد عنده عمل بيقوم عليه، كل عضو فاضل بيعمل في لجنة معينة العضوية اللي في تنظيم بطولة الطايرة زي ما تفضلت وقلت في الخبر بتاعك،
الحقيقه عدد كميه الموارد، عدد كبير جدا من اللجان، مكتب تنفيذي شبه يومي، يعني من الساعه 2 انا تركتهم الكابتن عامر الان في مكتب تنفيذي مع الساده اعضاء مجلس الاداره من فتره طويله. كابتن محمود خطيب انتهى من اجتماعاته ولقاءاته وعرفت عليه بيان قبل ما ننشره، والحقيقه كان حريص انه يدعم فريق كره القدم وانه يروح يحضر جانب من التدريب زي ما حضرتك متابع، بالاضافه انه كان عنده اجتماع مهم للجنه الكوره حضر الكابتن عبد العزيز الشاب والكابتن علاء ابو الصادق بالاضافه للجهاز الفني الكابتن حسام بدري والكابتن سيف حفيظ، واعتقد ان هم يعني توافقوا على كثير من القرارات، والمستقبل القريب سيحمل الخير للنادي سواء على مستوى الانشاءات بعد ما تم الاتفاق مع عدد من الشركات واستخراج بعض الترخيص الجديده لاحداث نهضه تنمويه وانشائيه كبيره في الفروع المختلفه سواء في مدينه نصر او في الشيخ زايد بالاضافه الى الجزيره، او العمل المهم بقى اللي هو بيعمل عليه الكابتن خطيب ومجلس الاداره فكره الاستاد اللي هو بيعتبر ده هديه مجلس الاداره، وده الخبر السعيد اللي زفه لجمهور النادي الاهلي في بدايه هذا العام اللي بنتمناه خير، يعني عام خير ان شاء الله على مصر كلها وعلى جمهور النادي الاهلي كمان. اكيد طبعا الاستاذ شريف فؤاد طبعا الاعلام الكبير ومستشار مجلس اداره النادي الاهلي للاعلام، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، وطبعا اخبار كانت مهمه عن مشروع القرن اللي احنا ذكرناه لحضراتكم، وهو انشاء طبعا المدينه الرياضيه الكبيره للنادي الاهلي، وهنعرف اكيد مزيد من التفاصيل على قناة النادي الأهلي في الفترة القادمة إن شاء الله. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور تدريبات الفريق الجماعية عصر اليوم.